وفي بعض المسائل حينما كانوا يسألون عليا سلام الله عليه يشير إلى ولده الحسن، أي اسألوا من الإمام الحسن، اسألوا من الإمام الحسن. حتى في بعض الأحكام في القضاء كان الإمام علي يشير إلى الإمام الحسن حتى هو الذي يفتي في القضاء. وحدث في عهد الإمام أنه قبض على رجل وبيده خنجر والخنجر يقطر منه الدم، ووجدت جثة في خربة والرجل كان خارجا من الخربة، أمسكوا به واتهموه بأنه هو القاتل، وحسب الظاهر هذا هو الأمر، ومن ثم حكموا عليه بالقصاص أنه لا بد أن يقتل. ولكن حينما أخذوه إلى عملية القصاص جاء رجل وقال يا أمير المؤمنين أنا القاتل وهذا الرجل بريء. فالإمام هنا أشار إلى الإمام الحسن أن يحكم، هنا قاتل قد اعترف ثم تراجع عن اعترافه، وقاتل آخر اعترف لم يقبض عليه مسبقا إنما هو جاء واعترف بالقاتل. فقال الإمام الحسن يطلق سراح القاتل الحقيقي الذي جاء واعترف بأنه هو القاتل، ويعطى الدية من بيت المال لهذا القتيل. الإمام سأل القاتل الحقيقي لماذا اعترفت أنت وقد نجوت من القتل؟ من الذنوب التي تورث الندم مباشرة ذنب القتل. من يقتل إنسانا بريئا يشعر فورا بعد قتله بالذنب، هذا شيء جعله الله في ضمير الإنسان. وحتى قابيل تحسر وندم وتكلم بما تكلم عن الغراب إلى آخره. المهم قال يا أمير المؤمنين قتلت هذا فندمت على مقتله، ثم حينما سمعت أن غيري قد أخذ بدمه وأنه سيقتل قلت أذهب إلى ربي وعلي دم واحد أفضل من أن أذهب إليه وعلي دمه بريئين شخصين.